ليه؟ قالت لي انا مش بحبهم يعرفوا اي حاجات عني، لا بعرف اشوف مين ولا مين معايا ولا بعمل ايه. I just remember it now. العمارة اللي كنت ساكنة فيها ستيوارت تاور. نعم، بقالك قد ايه ساكنة فيها؟ 15 years. كام؟ 14 سنة؟ 14 سنة. مش سنة ولا اتنين. كنت تعرفي اي حاجة عن تاريخ العمارة دي؟ مين سكن فيها؟ مين لسه ساكن فيها؟ مين مات فيها؟ مين انتحر فيها؟ لا. سألت في ناسات كتير انتحروا بس مش مصريين يعني. لا، انا عرفت ان سكن فيها من المصريين المؤلف فريد فرج والكاتب محمود السعداني. الفريد سوري فرج والكاتب محمود السعداني. مظبوط. وقتل فيها الليثي نصيف رئيس الحرس الجمهوري للرئيس الراحل انور السادات. الله اعلم اتقتل او انتحر. سجلت الحادثه على انها انتحار، بس وقتها برضو كانت الدلائل بتشير ان هو قتل. دول العرب بس. كمان عرفت ان هي اتقتلت فيها ستة امريكيه. كتير بس هم بيعملوا ستريس روسي على المصريين بس في كتير قوي بينتحروا. كتير قوي دي موت. بس في كتير قوي بينتحروا في المبنى ده، مش حاجه غريبه؟ مبنى مش الموت. مش عارف، سبحان الله. ما خفتيش من تاريخ العماره ولا شفتي الموضوع عادي؟ لا، المؤمن مش بيخاف، قلبك قوي بربنا. زي ما قلنا في البدايه ان سعاد حسني كان حواليها ناس كتير، دكاتره من مختلف الانواع كانت بتعمل حاجات كتير قوي، غير دكاتره التجميل كمان. الناس دول والدكاتره كلهم اجمعوا على انهم عمرهم ما شافوكي مع سعاد. الدكتور هشام العسوي قلنا اللي هو طبيب الاسنان، قال ان مره قالت له انا رايحه بعد ما هخرج من المصحه هروح لناديه عند واحده معرفه ليا. لا جرسون شافك، لا دكتور شافك، لا كوتش في الجيمز شافك. ده خلى الناس تتكلم كتير، خلى موقفك ضعيف. كنت بتقابلي سعاد قلتي لي في بدايه الحلقه كتير. من اول كتير. كنت بروح لها من ميدافيل لكرومون رود، يعني من البيت للبيت. بس للبيت. عمركم ما خرجتوا؟ لا، خرجنا في الشارع كتير قوي. طبعا خرجت، وكنت بروح اخدها بالعربيه تيجي عندي. او ناديه ساعديني، ما انا مش عارف ليه. ليه هم كلهم متفقين على ان لا احنا ما سمعناش بناديه يسري دي؟ طيب. احنا عمرنا ما شفناها. طب ما تساعدني انا. انت سعيد. اساعدك ازاي؟ قولي ليه. ما انا جاست تولد يو ان هو بيعمل باريرز من بين الحياه الكلوز بقى. وهقول دكتور. طب هتاخد حواجز معاها الدكتور. يعني هروح الدكتور معاها ليه يعني؟ ما هو الدكتور بيوصلها والدكتور بيجيبها والدكتور. طب خلاص يبقى عشان هي روحك وانت قلقانه عليها. لا لا، معلش، ده ديفرنت ستوري. الروح بتبقى في العلاقات بتوين وان تو وان. لازم نفرق بين القصص المختلفه يعني. طبعا اكيد. وبعدين جيب لي واحد قصه حقيقي مش هتلاقي. خليني ارجع برضو للايام المشؤومه وللارشيف والكلام اللي انا خدته منه. المرحومه سعاد قعدت في المصحه حوالي 3 شهور. بعدها قررت تنزل تعالج سنانها عند دكتور قريب من البيت عندك اللي هو دكتور هشام العسوي. لا، ده قبل ما سوري تو انتربت، قبل ما تروح الهيلث فارم كانت اوريدي ابتدت. بس بقى بعد ما طلعت من المصحه قررت انها تجيلك عشان انت قريبه من الدكتور ده. لا ده كان لا لا ده كان حتى وهي في الهيلث فارم بيجي للابوينتمنت بتاع الدنتست وبعدين يروح تاني. يعني بتروح من المصحه لميعاد السنان وترجع للمصحه تاني؟ لا، تيجي على انا. تيجي على بيتك انت تاني. كان في تضارب في الاقوال. قلتي مره انها جت عندك قبل وفاتها بثلاث ايام. 18 اللي هو يا سلام الغلطه اللي ايه، انفورجيفبل بقى. سو ده كل ثانيه الغلطه الغير مختفى. كانت بتعدي. انا كان ايترنتي يعني. عملت ميستيك يعني، عملت ميستيك. صوت غلطه. صوت ايه يعني؟ يعني كانت غلطه انك قلتي جت وهي جت قبل الحادثه بيوم واحد. ايه يعني بيوم واحد؟ صوت يعني مش ده اللي خليني اقتلها يعني. الغلطه دي مش تخليني انا اقتلها يعني. لا، ما هي الغلطه دي يمكن عشان بتغطي على محاوله قتلها.
بدل ما اقول جات لي امبارح وقتلتها النهارده اقول دي كانت عندي من 3 ايام. طب ما كانت قاعده من جانوري لمارش لغايه ما راحت الهيلث فارم اش قتلتها لي. طب وقتل طب لسن قتلي كانت عندك من يناير لمارس قبل ما تروح المصحه الهيلث فارم. طب دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اي فور جاد قتلها ليه قلتي لي؟ او جاد اسكان معلش هتفتكري دلوقتي. كنت متهمة اقتلها ليه من البيت عندي. طب انا ممكن في اي وقت هي في عند الدنتست جايه من الهيلث فار راح الهيلث فار في الشارع اي حته اشمعنى البيت عندي يمكن علشان تبقى الجريمة عندك سيناريو كمان؟ عندي سيناريو اجاثا كريستي يمكن عشان تبقى الجريمة كاملة يبقى الواحد بقى يروح يعمل ايه اقتلها وتبان انتحار بدل ما افتح قضية واتقتلت في الشارع وجريمة قتل. لا ده فيري يعني بريميتيف سكوتلاند يارد خالص السيناريو ده. كنت متهمة ولا شاهدة في القضاء الانجليزي؟ بس ويتنس شاهدة. بس في التحقيقات وصل البوليس الانجليزي ان هو يتهمك بانك شاهده غير كفء. قيل من تضارب اقوالك ناديه قالوا ايه؟ قالوا العياط المتكرر الحكايه الواحده ما كانتش ثابته معاكي ده خلى القاضي نفسه يشك في ان اقوالك ممكن تكون كفء. انا مش نو ام سوري انا كل المستيك اللي انا عملته الغلطه اللي هو قلت ذا تينز بتل ذا 20s دي بس الاونلي كونتراديكشن اللي حصل يعني بس تضارب كان في التاريخ امتى جات لك البيت هي دي انما اذروايز بقى من اي تو زي بقى ما كانش في حاجه غلط خالص ولغايه ما اموت هيحصل وانا دلوقتي ما انا قلت اللي انت اللي قلته 6 years ago لما المرحومه قررت سعاد حسني انها تنزل مصر كنت انت موافقه على قرارها؟ كانت محتاجه سمر تايم وقت اكتر لانه كان في برضه ابوينتمنت دكتورز ابوينتمنت وفي بس انت كنت موافقه انها تنزل مصر؟ بالطريقه دي لا ما كنتيش لا موافقة. بالطريقه دي لا طبعا لازم كنت عايزه شكلها يتظبط يبدا سعاد مره كنا بنكتب لبعضينا رسايل واحنا قاعدين قدام بعضينا كده ورق. يعني ارمي ورقايه ارمي ورقايه فواحد من الورقات اللي قدها هنية كيف سيرى الجمهور سعاد حسني مره ثانيه فده تشوز يعني ازاي كان جوه كان جواه تورمنتد يعني هل في حد كان عارف بعلاقتك القريبه بسعاد حسني من استشهدتي بيهم في لندن قلت يا جماعة أنا عندي أصحاب مشتركين ويا ما شافوني مع سعاد كنا بنشرب قهوة قاعدين في كافيه سوا لا كافيه أستاذ مين هيشوفني في كافيه يعني مع سعاد مين هيشوفها جيران أي حد لا ما حاولتيش ابدا انك تستشهدي بحد لا انت ساكنه في البرج yeah. فعادي انك انت تمري وتدخلي من غير ما انت تكتبي اسمك ولا تسجلي انت طالعه فين لكن سعاد ما كانتش ساكنه في البرج هم الاشخاص الغرباء لما بيدخلوا السكيورتي امن العماره ما بيحطش اسمائهم انا عرفت هم انها عند انا وبعدين اديت لي هي السيت اوف كي المفتاح نسخة من المفتاح بتاعي بس برضو ما كتبوش اسمها لما جت علشان انا استغربت جدا وانا بقرا لقيت ان البوليس الانجليزي ما عرفش امتى دخلت سعاد البيت عندك او امتى نزلت عندك غير من عنوان مكتب التاكسي اللي طلبت منه التاكسي لا مش بيعملوا كده وانس بيعرفوا مين قاعد في البلدين خلاص مش في حد بيكتب اسامي لا المهم يعرفوا انلاس بقى يبقى حد غريب قوي قوي داخل او مأجر شقاية جديد يعني لم يذكر تقرير الطب الشرعي في شهادة الوفاة ما يدل على الانتحار التقرير جه فيه ان في ردود وجروح ناتجة عن سقوط من اعلى بس ما فيش انتحار وفي لما عمل الام اي عمل التشريح ما عملوش مع ازاي بقى إزاي؟ في لندن حصل تشريح للجثة؟ افكورس طبعا ازاي؟ طبعا انا عندي كل الحاجات كله انه الجادج بيساله يعني القاضي بيساله الاوبينيون يعني يكون في فاول بلاي ولا حد زق وبقى كل الحاجات دي بتظهر في
القاضي كان بيسأل عن احتمالات الموت. لا 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 يعني حتى التاتش كده ممكن بيظهر في التشريح، ممكن بيظهر في أي ميديكال ريبورت. ادعيتي إن عز الدين حسني شقيق الراحلة وقت استلام الجثمان رفض إن هو يستلم الشنط ومتعلقات المرحومة عكس اللي حصل. ايه ده؟ لا معلش كمان دي قلتي ان عز الدين اخو سعاد حسني وقت ما جه يستلم الجثمان رفض ان هو يستلم الشنط وحاجات بتاعه المرحومه بتاعه اخته. لا انا مش قلت كده. ما قلتيش كده؟ لا 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 انا كل اللي قلته انه هما سابوا انا مع الشنطات ومع الباكين، والباكين طبعا كان لسه الموضوع كل ما لم حجاية يعني بتنهاري. خالص خالص يعني انا يعني I expected توقعت ان هم يجوا على الاقل يعملوا هيلب، يجيبوا هيلب ان هاند يعني ويساعدوا وياخدوا الحاجات معهم، لانه كان معهم العربيه بتاعت الامباسي ولا الكونسلت وات ايفر. المهم to make the long short سبقوا انا على الايربورت على هيثرو على المطار. فاضطريت بقى طبعا انا لسه مش كان عندي تيكت كمان، فجبت ميني باص وحطيت الشنطات كلها في الميني باص وطلعت على الايربورت. رحتي على المطار بالشنط؟ وخلاص اخذنا التيكت هناك وبتاع مش عارف ايه، ودفعت التيكت على فكره. انت اللي دفعتي؟ انا اللي دفعت التيكت بتاعي. مين اللي كان لازم يدفعه؟ I don't know. أنا مش طلبت من حد يدفع أي حاجة، أنا just an info. أوكي معلومة. المهم نزلنا كايرو إيربورت، طبعا حصلت البروبلم دي وبصيت لقيت ماسكيني من هنا وماسكيني من هنا و... excuse me بدو عليها هي اللي قتلت سعاد حسني وأنا you know I'm in shock. مش صدمة، لا بقى يرد ولا عارف انا واخديني فين ولا انا فين ولا خالص. كانت يعني الفنانة سميرة احمد هي اللي طلبت من امن المطار انهم سميرة عليك. احمد من هنا، نادية لطفي من هنا، ورجاء جداوي من ورا، والسيد يعني راضي وسهر المرشدي واشرف زكي. ده دول جوه بقى. ده انذر ستوري. اتقدموا ببلاغ رسمي. ده انذر ستوري. في شبهة جنائية. طب ليه مش جديد انفولويت؟ يعني لما انتوا بتحبوا سعاد حسني ما تابعوش الموضوع. انت شايفه؟ طب لا مش ولا هما بس كمان يا وفاء، هما حد كان بيعبر سعاد ولا زعلان عليها؟ طب ليه عملوا كله؟ عشان بقى جلتي كونشس، الشعور بالذنب. كان عندهم شعور بالذنب تجاه سعاد؟ اكيد اكيد، ما مش في اي تفسير الا دي. المهم في كايرو ايربورت بقى الشنطات في الترولي، وعز الدين وابنه هم اللي بيبوش الترولي. طب تبلغوا على ان انا مش عايزه اديهم الشنط ازاي يعني؟ لوجيكالي هو مين اللي ماسك الترولي؟ لا ده الموضوع ده على فكره صعب. قلتي ان سر سعاد حسني هيموت جنبها. لا انا مش قصدي مش لا 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 اي didn't say that. امال قلتي لا ايه؟ لا امال قلتي ايه؟ انا مش قلت. ما قلتيش كده. نو 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 انا قلت اسرار سعاد حسني هتموت معايا. نو نو اي didn't say سر موتها. نو ام سوري. طب الضرورات بتبيح المحظورات، عارفه الجمله دي؟ لا. لما تبقى في لما يعني الضروره بتخلي الواحد ممكن تبيح له ان هو يقول حاجه كان مش لازم ان هو يقولها. لما رجعتي مصر يمكن لو كنت قلتي سر من اسرار سعاد حسني كان ممكن يوفر عليكي كل الشبهات اللي لحد دلوقتي بتحوم حواليك. لو اتعدمت نوت وان سيكريت من اسرارها هتطلع. ولا سر ولا وعي. شريط بطريق الصدفه اتوجد في شنطة المرحومة عليه رسالة صوتية لشخص بيكلمك. صح. على جارك. صح. وبيقول ان هو مجرم وانت كنت بتدافعي عن الشخص ده. صح. والكلام كان بالشفرة، كنتوا بتتكلموا بالرموز، اتاخد ضدك، حطك في خانة الاتهام. اولا جانجا قالت ان انا كنت بفتش في حاجات سعاد، فحطيت الشريط ده بتاع سعاد وقفت
فتحتش في حاجات سعاد ازاي لما كل حاجات سعاد في البيت افري وير يعني. وكنت انا بعمل الباك. وبعدين انت اللي لميتي الحاجات. انا لميت فكنت بفتش وسرقت ايه دي حاجات. نمبر 2 الشريط ده انا حطه بايدي علشان يروح. انا كان الاكسبكتد انه يحصل ان انا كنت عايز احضر الجنازه بس كنت نازله بس عشان بس ده كل اللي كان كنت عايز اعمله. وان انا هروح بعد المطار على نجات لوجيكالي كده يعني هروح فين اديها ال 5000 باوندز اللي كانوا معايا والبلونجين بتاع سعاد اللي انا عملت باكين لهم ممتلكات سعاد حسن. ف ليه نجات؟ هروح فين؟ ليه ممكن تديه لحد من اخواتها ال 17؟ ليه نجات؟ لانه نجات انا كلمت نجات تاني يوم وانا مش عارف هم دول فين يعني اي هاف نو ايديا. في ريبورتاج للزميل الصحافي في مجله رانيا والاذاعي تمام بلي سجل لك كلمه حابب يقولها لك. قوي اتفضلوا يا ريت نسمعه سوا. مساء الخير الإعلامية وفاء الكيلاني، بوجه لك تحية وحابب أقول لك بس أنك سجلتي بصمة رائعة جدا بهذا البرنامج وهنيئا لك بهالبرنامج وتحية كبيرة لضيفتك السيدة نادية يسري. مساء الخير ست نادية. ست نادية اسمحي لي يمكن إن كان إيجابي أو سلبي بدي أطلب منك طلب صغير بهيدي الحلقة إنه ما في بكي يعني بطلب منك إنه ما تبكي الليلة بالحلقة. أنا ما بعرف إذا بكيتي ببداية الحلقة أو رح تبكي، بطلب منك كل ما بدك تبكي تذكريني إنه ما تبكي لأنه ما في مرة حضرتك على الشاشة بلقاء تلفزيوني لإلك إلا ما عم تبكي. فبالأملية هيك بيني وبينك ما تبكي الليلة، حكينا بكل وضوح. طلبت منك طلب البكاء بليز وقفي الليلة. عندي طلب تاني هو سؤال رح أطرحه عليك، هل برأيك في دخان بلا نار؟ يعني بس جاوبيني شو رأيك بالمقول اللي بتقول دخان في دخان بلا نار؟ جاوبيني على هذا السؤال. والسؤال الثالث انه حضرتك بتقولي بأحدى الصحف بالعام 2007 اذا مش غلطان انه اعترف ان كل اسرار سعاد حسني موجودة معك وهذه الاسرار ستدفن معي في قبري، ولكن مش هون الاهم، الاهم انه ولست اتاجر بها ابدا حتى اموت. في سؤال بطرحه عليك ست نادية يسري، هل انت ما عم بتتاجري بحياة وموضوع سعاد حسني كل ما تطلي على الشاشات التلفزيون او باللقاءات الصحفية؟ انا كمان هون برجع باكد عم بطرح علامة استفهام والجواب معك اكيد هلا بعد شوي باخده منك. شكرا لك نادية يسري والشكر الاكبر للإعلامية وفاء الكيلاني. وفاء انت ما بتستاهلي وردة واحدة، بتستاهلي 10 وردات لانك عن جد وردة بروتانا. شكرا لكم. شكرا تمام، شكرا لمشاركتك معنا ولكلامك ومجاملتك اللطيفة ليا. ست نادية بيقول لك الأول مفيش دخان من غير نار، بيسألك تمام بلي الصحافي والإذاعي هل هناك دخان؟ لا في ممكن الموضوع ده أثبت إنه في دخان. في دخان من غير نار. بيقول لك ظهورك على الشاشة، أنت رافضة المتاجرة بأسرار وبحياة سعاد حسني ورافضة متاجرة الغير لحياة سعاد، هل ظهورك على الشاشة وحديثك على هذا الموضوع ولو أننا احنا اللي بندعيها يعني هل ده يعتبر متاجرة؟ في إيه؟ أنا بتاجر في إيه؟ التاجر بقى أنا over 6 years أنا بحاول أثبت براءتي. يعني بقالك أكتر من 6 سنوات بتطلعي على شاشة التلفزيون عشان تثبتي لا لا براءتك. أنا فكرة ده بس يتعدوا 4 مرات أنا عارفة قبضتي مرة فلوس ولا بيني ولا بيني يعني بتطلعي ببلاش من غير أي فلوس من غير أي حاجة الحمد لله. فين المتاجرة؟ اسأل الإذاعي. لا هو بيسألك، هو كان ما بيقولش معلومة، هو كان بيسأل، هو بيسأل هل بتجري أو لا. أعوذ بالله أعوذ بالله. لو افترضنا انك انت اللي ورا النهاية المأساوية النهاية المأساوية لسعاد حسني، أهل سعاد حسني هياخدوا منك إيه غير إدانتك؟ هيستفيدوا؟ لا لا ولا هيبقى ساعتها بقى مصر في كمان مسلسل في التلفزيون ما المسلسل دي مش عايزين يطلعوا انه سعاد انتحرت فهيقبضوا ازاي الملايين من غير ما يقفلوا الفينال يعني فعايزين يعملوها انها ماتت مقتول
مقتوله طب عشان المسلسل عشان الملايين الفلوس. الملايين طب وبعدين هم ربنا وايه وسعاد انتحرت. هو كتير على سعاد انها تنتحر. طب ليه بعيده عن خالص مش ممكن وكانت بتحب الحياه. سعاد حسني اكتر بني ادم مش كان بيحب الحياه بقى. ما كانتش بتحب الحياه خالص. طب ليه ما بتفكريش ان دول اهلها ومن كتر حبهم ليها مش قادرين يصدقوا ان بنتهم انتحرت؟ لا لان انا بعرف هم ايه هم. لا هم ايه؟ معلش بقى. بعدين سعاد حكت لي انا حاجات عملوها في هي كتير مش حلو. عملوها في سعاد؟ حكتها لي في البيت عندي. قولي لي حاجه. ماشي اقدر. اوكي عشان خاطر عيونك والله. كانت بتقول لي تخيلي يا ناديه مش بس اخذوا دي اول مره اقول الموضوع دي. طبعا هو ممكن يعملوا بتاع ويقولوا كذابه كذاب زي ما دايما بيقولوا بس God is my witness ده اللي حصل. وبعدين هم عارفين هيعرفوا لما اقول الحكايه دي انها حصلت. تقول لي مش كفايه اخذوا شبابي وفلوساتي وكله كمان كسروا مناخيري لف يمين. قالت لي اخويا ساب ستات مصر كلهم ومشي مع شغالتي. ومش قاعد شغلتي كمان قاعد خدمتي. فهم عارفين لو هيشوفوا البروجرام دي انه دي فعلا حصلت وان انا مش بكذب. سعاد كانت بتشيل الفلوس معاكي؟ بتشيلها معاكي كان. ليه ما كانتش بتحطها في البنك؟ لا كان في البنك طبعا. بس كان اللي في البيت معاكي انت؟ في عندها وفي في البيت وفي في البنك. وقالوا ان انا سرقت الفلوسات من البنك كلها سحبتهم. انت سلمتيهم حوالي 4000 او 5000؟ 5000. ويعني لو كان فعلا هم حسب ما انا قرات في الارشيف ان حسابها في البنك كانت سحباه كله. لو فعلا يعني ايه الدليل اللي اسمحي لي في الكلمه اللي يثبت انك انت ما سرقتيش الفلوس ان هي دي بس اللي كانت شايله معاكي؟ مش في ستيتمنت. طب الوصولات؟ لا ما هو الوصولات بيجي انه يوم كذا عملت ويزدرول كذا يوم كذا. طيب ما هم لما سالوا لقوا ان هي سحبه كل فلوسها من البنك وانت بتقولي ما كانش فيه غير 5000. هم بس اللي كانوا معايا. ودت فلوسها فين التانيين؟ الله اعلم. ما هي كانت بتبعت لماهر عواد يعني. الله كانت بتبعت له لاخر وقت. خليهم يقول عليا كذابه برضه. هي كانت على ذمه ماهر عواد لاخر وقت؟ بس ورقه يعني مش جواز. هو سجل الكومن لو مارش بيبر بعد ما سعاد ماتت عشان الورث. سجل وثيقه الزواج بعد ما سعاد ماتت عشان الورث. قصدك ان ماهر وده من سورس فيري ريلايبل سورس مصدر موثوق منه جدا هو اللي قال لك الكلام ده. يعني انت بتقولي ان ماهر عواد وسعاد حسني كانوا متجوزين عرفي وبعد وفاتها سجل جوازها. البلاغ اللي كان اتقدم بوجود زعيق في الشقه قبل الحادثه بنص ساعه اتضح انه مش كان في اي بلاغات. ما كانش في بلاغ ان كان في زعيق في الشقه؟ No. ازاي قالوا في ثلاث اصوات كانوا بيزعقوا كانوا موجودين في الشقه وفي امن في العماره؟ No. ما طلعش الامن بتاع No. العماره عشان يشوف. No. كان الامن العماره كمان ليهم ثمن واتدفع لهم. No. No. مش كان في. لا لا سكوتلاند يارد عمل انفستيجيشن جديد للموضوع ده وراحوا النويز ديبارتمنت عملوا تحريات كله. جديده وقالوا ما فيش ولا في احتمال. في احتمال بينك وبين نفسك ناديه يسري وانت قاعده كده سعاد حسني اتقتلت وانا ما اعرفش؟ نو نو ابدا ايفر نيفر ايفر ابدا. انت قلتي لي ما كانش عندك ولا 1% احتمال انها تنتحر. ممكن لا. تكون اتقتلت وانت بريئه انت ما تعرفيش. نو لا لان انا ليه لا ليه بتنفي؟ لانه انا معاشر سعاد الفتره الاخراني الاخيره وشفت الدبريشن سعاد يمتها مش عايز يتكلم التليفون بيرنج مش عايز يرد على الموبايل. يعني لما تكون انتين مع حد يعني بتعرف الكاركتر بتاع هو يعني كان بايظ خالص بعد يومتها. طب ليه ما حاولتيش تحميها لما شفتيها ان هي كده؟ لا مش ممكن. نيفر كروس ماي مايند ابدا.
انها تعمل حاجه كده، لانه سعاد طول عمرها ديبرست يعني. فاشمعنى عادي انها مكتئبه؟ اشمعنى المره دي بقى اللي حتى عمل بس وهي نازله قالت لك باي يا قمر وانت نازله؟ لا انا لا بس انا اخذت الحضن واخذت البوس يعني دي كان واحده مكتئبه هتدلع اللي قدامها وتحضن وتبوس؟ لا لا كان فيري فيري ديبرست، لا فيري ديبرست، لا انا كنت بعيط. هي اللي طلبت ان هي تحضنك وتبوسك ولا انت لا؟ لا احنا كنا قاعدين جنب بعضينا على الصوفة بنتفرج على التيب دي. في احتمال 1% ولا حد يكون معاه مفتاح شقتك قريب منك دخل الشقة تآمر مع جهة معينة قتل سعاد حسني؟ نو بيج نو بيج نو. بتفكري اليومين دول تعملي كتاب عن اللحظات الأخيرة في حياة سعاد حسني؟ ممكن ممكن. أرباح الكتاب هتروح لمين؟ هعمل أنا عمري ما فكرت في الموضوع ده بس أكيد مش هاخده في جيبي ده. لو 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 حصل هتعملي بيهم إيه؟ لو حصل لا هتبقى صدقة جارية عليها. هروح أعمل عمرة وأعمل لها عمرة. مش هتكون في استفادة؟ نيفر نوت ون بيني ده لو حصل. بحكم عشتك في لندن إيه اللي ممكن يخلي البوليس الإنجليزي يقفل القضية وفي فيها بعض الثغرات ويقبل بشهادتك بعد ما اتهمك بأنك شهادة غير كفء؟ هو البوليس مش أصل ما كله في البيبر، كله في الورق، كله موجود، كله في الورق. وبعدين 3 سنين وهو الانكويست متفتح من 2001 التحقيقات لغاية 2003 من 2001 ل 2003 فمش ممكن يعني. وبعدين جاب بعت وقالوا في ايفيدنس في مصر ومش عارف ايه وبتاع، بعتوا 500 ورقايه كده من مصر عشان يترجموا في لندن كل عشان الدلائل. دي بقى الدلائل اللي نجي يسري قتل سعاد حسني. وترجمت في لندن وتقدمت في مصر ولا فلان قال ان انا فلان قال لي وفلان ده اللي قال له فلان تاني قال له وان سو اون بقى يعني يعني كله كلام ما فيهوش دلائل، مش في اي. فالقاضي طبعا يعني مش عبيط القاضي يعني قال بقى خلاص بقى ارحموني يعني. وبعدين في الام اي ريبورت وفي الانفستيجيشن بتاع سكوتلاند يارد في كله. رسالة بوجهها إلى سكوتلاند يارد البوليس الإنجليزي، إذا كانت سعاد حسني سقطت ولم تقتل بعد تحرياتك، فمن قتل علي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر، ومن قتل الليثي نصيف رئيس الحرس الجمهوري للرئيس الراحل أنور السادات، ومن قتل أشرف مروان؟ وللمصريين بقول لكم بلاش تسافروا لندن، ولو سافرتوا لندن اوعوا احترسوا تسكنوا في الأدوار العلوية، بلاش تسكنوا في عمارات عالية، الزموا الأدوار الأرضية وإلا هتنضموا لرصيد الضحايا اللي احنا قلناهم. في ست نادية ريبورتاج من الأستاذ رياض علاء الدين محرر الصفحة الفنية في جريدة البلد، مقدم لك برضو كلمة وسؤال زي ما حصل من الأستاذ تمام بلاي شوية. اتفضل. مساء الخير وفاء. مساء الخير ست نادية. سعاد حسني صورة الأنثى اللي كانت هتبقى أحلام طفولتنا ومراهقتنا وصبيانا، ورح تبقى صورتها مثل ما عرفناها حتى لو غيب الموت. الموت اللي كان ورح يضل حوله نقاط استفهام كبيرة. المحكمة قالت انتحار، لكن الصدفة إنها تنتحر قبل ما تنتهي كتابة مذكراتها، وهون بخلينا نتساءل أكثر شو فيها هالمذكرات وقديش خطورتها ومين المتضرر. إذا فكرنا يمكن نوصل لنتيجة أن سعاد حسني ما انتحرت ولكن اغتيلت. هل سبب شكل بعض بقتلها هو وجودها مع نادية يسري، واللي أهل سعاد ما عجبتهم هالعلاقة أو الصداقة وعم بوجهوا أصابع الاتهام حولها، أو عند نادية بعض المعلومات يلي تعرفها وما بدها تقولها لحدا؟ قريت كتير عن الحادثة وفهمت أنه في أشياء كتير بعدها غامضة، حتى قضية الشرطة البريطانية اللي قالت أنه نادية يسري ليست كفؤ للشهادة لأن هناك تناقض في كلامها. نحن بنعرف أنه بأن نادية مدمنة كحول، يعني في شك بكلامها، وبنعتذر من ست نادية بأنه نقول بأنه هناك شك بأنها بتورطة. مش أنا عم بقول، كتير الناس بيقولوا، لأن هناك شكوك كثيرة عليك والناس يعني معذورين بشكهم فيكي، خاصة بأنك شخصية غامضة. أنت بتأكدي أنه سعاد انتحرت؟
وجزمتي بهالشيء هذا قبل انتهاء التحقيق، وطلعتي في برنامج تلفزيوني مع سمير صبري وقلتي انه ليش بدهم الناس ما يصدقوا انها انتحرت. اهلها ما كانوا واقفين حدا ومش موجودين حواليها، فهلا عم تقولي هذا الكلام مشان برئي حالك؟ يمكن انت فعلا برئة، ولكن التناقض بكلامك وعدم وجود احتمال عندك بانها قتلت او اغتيلت، وعندها يعني الواحد بفكر فيها كثير. وبس صرحتي بانك شاهدت انه شفتيها على البلكون قبل دخولك المبنى ودخولك الشقة، بس فتي على الشقة ما لقيتيها وظهرتي على البلكون وظهرتي لبرا شفتيها بالشارع. طيب كيف حددتي انها انتحرت ومش احد الاشخاص رميها من البلكون؟ بليز بدك تجاوبيني على السؤال. شكرا. استاذ رياض علاء الدين، كلام كتير قوي. كلام كتير قوي. يمكن من ضمن الحاجات اللي قالها اتجاوب عليها خلال الحلقة، بس خليني اقول ان هو بيقول هل عندك بعض المعلومات اللي انت مش عايزة تقوليها؟ يمكن انت برضو قلتي لا حول الحادثة، خليني أقول لا. يمكن هو علق إن هو قال إن حضرتك اسمحيلي في الكلمة مدمنة كحول، ويمكن يمكن كمان سمير صبري قال برضو لما قعد معاكي في مقابلة قال إنك أنت بتشربي كحول كتير. لا بأشرب، هم مش ربنا، بشرب قدام ربنا مش هشرب قدام الناس. ما حدش هيحاسبك، بس ما حدش فيهم ولا فينا نقدر إن احنا نحاسبك. بس لا، بيقولوا يعني هل ممكن الموضوع ده يخليكي إنسانة غير كف؟ لا طبعا. لا أو شهادة غير كف؟ لا طبعا. وأنا احنا جاوبنا زي أنت ما قلت على فيو من الكويستشن بتوع الأستاذ رياض. شكرا للأستاذ رياض على المداخلة بتاعته. ضد أو مع كتابة المذكرات ونشرها، إن الواحد يكتب مذكرات وينشرها؟ لا ضد كتابة المذكرات. ليه؟ ملهاش لازمة خالص. ماشي. ضد أو مع القتل دفاعا عن النفس؟ طبعا. لو دفاع عن الناس ما يقتل يا ما اقتل، لو في خطر على حياتي يبقى يقتل يا ما اقتل. ماشي. ضد او مع وضع المسنين في مأوى للتفرغ لمشاغل الحياة؟ انا عندي بابا او ماما كبير وعجوز. ضد all the way. ما حطوش في مأوى ابدا في كل الاحوال. ابدا انت ضد. اوكي كنت حاطه مع. ضد او مع مقوله الايد اللي ما تقدرش عليها بوسها وادعي عليها بالقطع؟ لا ده هيبوكريسي، انا مش بحب الهيبوكريسي. لا ضد. لا رياء كذب نفاق. ضد. شئنا ام ابينا قضية سعاد حسني انتهت بواقع انها اصبحت تحت التراب، وتحول النزاع بين شقيقة سعاد حسني جنجا ومحاميها عاصم قنديل ونادية يسري ومحاميها اللواء عبد الوهاب الهلالي على صفحات الجرايد والفضائيات. من سيربح لا احد يعلم في الاخر. فاصل اعلاني ونرجع تاني. تفضل.